ولعب اللعبات الحلوة الملفوفة، هذه واحدة من كراته وركلة جزاء، ركلة جزاء لضمك، ضمك يحصل على ركلة جزاء من الخطأ الذي نفذ من علي الرياني هذه اللعبة الماضية، وهذه الفرصة ووجود لمسة يد، لمسة يد على لاعب ومدافع نادي الشعلة. هذه الإعادة، أعطونا الإعادة يا شباب. الحالة الجدلية حاضرة حتى في الدوري الأولى، هذه اللعبة لامست اللاعب برج معوضة، والآن ركلة جزاء، هل يعود فارس الجنوب لهذه المباراة قبل نهاية الشوط الأول؟ دقيقة ونصف تفصلنا على نهاية الشوط الأول، وما زال الشعلة متقدم بهدف، وهنا فرصة للعودة لفارس الجنوب. فارس الجنوب هل يعدل النتيجة؟ هل يأتي بالهدف؟ فاضل السنون 22 سنة، صاحب الست أهداف، فاضل البنيني، فاضل في المرمى، جول! فارس الجنوب يمتطي جواده ومتصدي اللزة، عني يريد الصدارة، ما يبي يزعل يوم الخميس.